تعالوا نشوف كده فيديو للكابتن الخطيب ومجلس إدارته الموقر في تنفيذ برنامج عائلة الأهلي، نشوفه مع حضراتكم. العيلة والأسرة وبفضل الله وبيها بنقوى على كل ظروف. فيديو قدام حضراتكم تشوفوا مجلس الإدارة في إطار تنفيذ برنامج عائلة الأهلي، ده كان إحياء ذكرى الشهداء. إحنا حاولنا نجمع لقطات وليس كل اللقطات، يعني حاولنا نجمع أهم اللقطات دي، تكريم الرموز في كل اللعبات الرياضية، المؤتمر اللي عمله الكابتن محمود الخطيب وكان مؤتمر عالمي. وقلت لكم في هذا المؤتمر، كنت أنا برضو اللي معاكم هنا في الاستوديو، قلت لكم إن الكابتن محمود الخطيب بيجسد شخصية النادي الأهلي الحقيقية في هذا الشخص. تكريم كابتن عادل هيكل ايضا رمز كبير من رموز الكره في النادي الاهلي، وكابتن الخطيب معاه راح له لعدم قدرته على الحضور لهذا المؤتمر. ايضا كابتن ميمي عبد الحميد ده كان مدرب الكابتن الخطيب، كابتن الخطيب راح له البيت، شايفين مدى التاثر، كان حاجه بصراحه يعني اثر فينا كلنا الكابتن ميمي. ايضا كان استقبال حافل سياده المحافظ محافظ القاهره مع كابتن محمود الخطيب، طبعا قدام كابتن محمد مرجان، سيد العامل فاروق، كل اعضاء مجلس اداره الاهلي الموقرين. تراخيص المشروعات الجديده من محافظه القاهره، توقيع بروتوكول تعاون مع القوات المسلحه في تنفيذ مشروعات النادي الاهلي في جميع فروعه، ودايما بيروح ليها الكابتن محمود الخطيب. انا بقول لكم الاحداث اللي بتحصل بالفعل او اللي حصلت بالفعل. جهاز بينفذ بسرعة جدا وملتزم بمواعيده، وده اللي عايزه النادي الأهلي، إنه ينجز مشاريعه في أقل وقت. دي زيارة أرض التجمع الخامس اللي تم استبدالها بأرض صالحة، عارفين كان في مشكلة في الأرض ما كانتش تنفع يتبني عليها حاجة، عشان كده استبدلوها بأرض صالحة للبناء. دي برزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الاهلي، البث التلفزيوني، تعيين كوادر جديده في النادي الاهلي، محمد فضل وحسام غالي، نجوم كبيره جدا جدا، بتمنى لهم انا شخصيا التوفيق، كابتن عادل عبد الرحمن ومعاهم الدينامو سمير عدلي وباتريس كالتيرون المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، ان شاء الله كل النجاحات مع هذا المدير الفني الفرنسي باتريس كالتيرون. محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام، ليندمان معشوق الجماهير الأهلوية مش غريب عليكو، الهولندي ليندمان، مع حسين عبد الدايم المساعد بتاعه، طبعا حاجة إضافة كبيرة جدا. والأهلي ينظم بطولة السفارات الدولية، كانت بطولة ناجحة جدا، كانت فرع الشيخ زايد، السفارات كلها كانت يعني دورة كانت بتشارك فيها جميع السفارات، وكانت دورة مكللة بالنجاح. مقر النادي بالجزيرة استكمال تشطيب مباني الصالونات الجديد، كله بيشوف شغله وبس، كله بيشتغل وبس، مفيش حد غير ان هو بيشتغل، مفيش حد فاضي ان هو يرد على اي انتقادات، احنا بنشتغل وبس. وده شعار الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر، مقر النادي بالجزيره، شاشات عملاقه لخدمه الاعضاء، كل حاجه لخدمه الاعضاء، جمعيه عموميه وخدمه الجماهير ايضا العاديه للنادي الاهلي. مقر النادي بالجزيره اعاد بناء الاسوار اللي قلت لكم من شويه او منذ قليل، إن النادي الأهلي تعاقد مع جهاز تنفيذ المشروعات بالقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات النادي الأهلي، حمام سباحة الأعضاء، حمام أمواج صناعية، حمام سباحة الأطفال، تفرع مدينة نصر. وده اللي كان في زيارته منذ أو قريب جدا الكابتن محمود الخطيب، وشدد على استكمال المشروعات بسرعة جدا مع أعلى الجودة. تكييف صالة الكاراتيه أو صالة الكاراتيه فرع مدينة نصر كان بيطالب بها الأعضاء قبل تولي كابتن محمود الخطيب مسؤوليه الاداره ومسؤوليه رئاسه النادي الاهلي، مناطق جلوس الاعضاء، مناطق حمامات، مناطق مطاعم، هتشوفوا طفره كبيره جدا. دي اسوار مدينه نصر جاري العمل فيها، يعني انا سايبكم تتفرجوا اكتر ما انا اتكلم بصراحه.
إعادة بنائها، إعادة البناء. ده فرع الشيخ زايد أيضا، شاشات عملاقة للأعضاء قدام حضراتكم، تكريم الأبطال في فرق النشاط الرياضي، بطلات النادي الأهلي وأبطال النادي الأهلي. ده مجلس إدارة النادي الأهلي المؤقر قدام حضراتكم مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي كابتن محمد مرجان، واجتماعات مكثفة لإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي اللي اتكلمنا فيها كتير جدا، بدل من اللائحة الاسترشادية اللي ماشي عليها النادي الأهلي لظروف استثنائية جدا. إن شاء الله قريب قوي هنشوف اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، تطوير لوائح النشاط الرياضي كابتن محمود الخطيب، تفعيل دور لجنة الاستثمار بالنادي الأهلي. كل اللجان بصراحة كابتن محمود خطيب مهتم بيها اهتمام بالغ. دي اللجان اللي أنا بكلم حضراتكم عليها، اللجان المعاونة وتفعيل دورها لخدمة الأعضاء دائما في النادي الأهلي. لجنة المرأة من ضمن هذه اللجان قدام حضراتكم، لجنة الشباب، كابتن محمود الخطيب، لجنة الرواد. كابتن محمود الخطيب يعني بيجمع بين كل حاجة، رواد وشباب ومرأة. طلب منهم تقرير شهري أو تقرير كل 3 أشهر، دي توفير طبعا الكشف والعلاج بمجان لأعضاء النادي من فيروس سي. تنظيم بطولتي أفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات والفوز باللقبين. أنا مش عارف بصراحة يعني حاجة حضراتكم شايفين. الفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال، متابعة مستمرة للمشروعات المختلفة في فرع الشيخ زايد، دي اللي بنعرضها دايما أو بنعرض لحضراتكم على طول كل الزيارات التفقدية اللي بيكون بها الكابتن محمود الخطيب في فروع النادي الثلاثة، مشاركة الأسر والأعضاء في مناسباتهم المختلفة أكيد برضو طبعا. وفضيلة المفتي في ضيافة النادي الأهلي. توقيع بروتوكول تعاون مع السفارة الأسبانية. ده احتفال النادي الأهلي بالنجمة الرابعة. كان احتفال ولا أروع نجوم النادي الأهلي مع الأسطورة الكروية محمود الخطيب قبل ما يكون رئيس النادي الأهلي. قدام حضراتكم نجوم النادي الأهلي الكبار، عم حنفي، دول حبايبنا، دول بقى حبيب يا عم حارس، هو ضحكة جميلة بقى يكون النادي الأهلي عم حارس. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الموقرين، كل الأعضاء، دكتورة رانيا علواني، صورة جميلة جدا لنجوم النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي. وده الانشاءات في فرع الأكاديمية الأهلي بالإمارات. كابتن محمد مرجان طبعا عارفين أكاديمية الأهلي بالإمارات برضو أكاديمية كبيرة جدا، تطوير قناة النادي الأهلي إن شاء الله تشوفوا كل حاجة جديدة إن شاء الله. عارفين طبعا دكتور خالد رئيس القناة الجديد، يعني إن شاء الله تشوفوا حاجات تليق بجماهير النادي الأهلي إن شاء الله. الجهاز الفني الجديد في المؤتمر، والأهلي يستقبل وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف. ده كان فيديو يعني قليل جدا على اللي عمله الكابتن خطيب ومجلسه الموقر في إطار تنفيذ برنامج عائلة الأهلي. حبينا نعرضه لحضراتكم عشان تعرفوا العمل ماشي إزاي، بنجمع لقطات، كله شغال وبس.
مش عايز اقعد اتكلم كتير بصراحه، لكن لازم الجماهير الاهلاويه، والجماهير الاهلاويه مطمنه، الجماهير الاهلاويه احسن حاجه، يعني احسن حاجه بتحصل فعلا دلوقتي من زمان قوي. الجماهير الاهلاويه ما اتجمعتش، ما اتجمعناش كلنا بالطريقه الجميله دي في ظهر النادي الاهلي زي الايام دي، واكيد حضراتكم عارفين، مش لازم يعني اطول في الكلام. الجماهير الاهلاويه كلها دلوقتي مفيش اي حد بيتكلم في اي حاجه غير ان احنا كلنا في ظهر النادي الاهلي، غير ان احنا كلنا عاشقين وهنموت عشان النادي الاهلي. هو ده دلوقتي شعار الجماهير الاهلاويه كلها المحبه والمخلصه للنادي وابناء النادي في كل مكان، حتى الجماهير جماهير ابناء شرعيين جدا جدا للنادي الاهلي كمان، عشان كده هم في ظهر النادي الاهلي وكله ملتف دلوقتي حول النادي الاهلي وبس. النادي الاهلي يا جماعه تقلقوش خالص، تقلقوش خالص خالص عن النادي الاهلي طول ما فيه ناس بتحبه وبتعشقه، وخصوصا يعني كابتن الكبير الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، معشوق الجماهير كلها في الوطن العربي كله وفي افريقيا كمان قبل ما يكون رئيس النادي الاهلي تحديدا.